انا دلوقتي موجود جوه القطر. صباح الخير الاول او مساء الخير، معلش بس عشان الموضوع بجد يضايق جدا انك تلاقي واحد يموت عشان خاطر تذكرة قطر. فقلت النهاردة هطلع اتكلم ليه بحب استراليا او ليه بختار استراليا انك دول تهاجر ليها، عشان خاطر مواضيع زي دي هنا استحالة توصل ان حد ينزلك من المترو او القطر وهو ماشي، دي استحالة تحصل. بس قبل ما اكلمكم على المواقف اللي حصلت معايا هبتدي اشرح لك ايه اللي بيحصل هنا. انت لما بيكون معاك الخط الكارت بتاع المترو بتختم بيه قبل دخولك، وبعد كده بتبتدي تختم بيه لما تخلص وتبتدي تخصم لك عادي جدا. او معاكش الكارت دوت بيكون معاك بتروح تشتري تذكرة عادي جدا من المكنة، او بتشتري تذكرة من الكشك بتاع او المكان اللي مخصص للتذاكر. اول ما بتخلص الكلام ده بتبتدي تركب القطر بتاعك عادي جدا وتروح، انك انت متجه لاتجاهك العادي. هتلاقي الناس دي بتطلع تفتش عليك، بيكون ليهم زي موحد او يونيفورم، يعني بيبقى شكلهم باين جدا هم طالعين يفتشوا. بيعدي عليك مساء الخير مساء النور، بعد اذنك عايزين تختم او تعدي الكارت بتاعك، بتعدي الكارت بتاعك ويشوف. لو انت مش نسيت تختم او انت ما ختمتش بيبقى فيها حالات، مثلا لو انت نسيت تختم بيبتدي يديك تحذير. لو هي اول مره تنسى بيبقى ليك مره في الشهر انك انت عادي انسان وتنسى ومفيش اي مشكله خالص، بيكون كله متسجل على الكارت بتاعك. لو انت معكش فلوس بيبتدي يقول لك طب والله دلوقتي في غرامه كذا او تدفع فلوس كذا عشان خاطر تبتدي تكمل الرحله. قلت له والله انا معيش، بيبتدي يتصرف معاك تصرفه كالتالي. بيبتدي يوقف القطر المحطة اللي بعديها وانت بتتفضل معاه، بتنزل وبتدي ايه يشوف اجراءاته معاك زي البطاقة او اثبات الشخصية او كلام من دوت. معاكش اي حاجة من الحاجات دي، انا شفتها قدام عيني ان هم يسابوها. بس في اوقات ان هم بيسألك بيطلب منك انك انت تمشي من محطة القطر وخلاص تخرج، او ساعات بيطلب لك البوليس والبوليس هو اللي يجي يحقق معاك في الموضوع ده. ما فيش حد بي 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 بيرميك من القطر وهو ماشي، ولا لازم تنزل دلوقتي وكلام. الامان عندهم مهم جدا. القطر ده استحالة يمشي وهو الباب مفتوح نهائي. انا مرة يعني كنت باجري عشان الحق القطر، فالراجل صفر عشان خاطر هيقفل القطر، فانا رحت نطيت وهو يعني مش بيمشي، ونطيت قبل ما الباب يقفل. فالباب قفل على الشنطة، مش قفل على ايدي ولا قفل على جسمي، قفل على الشنطة اللي انا كنت شايلها على ظهري. فراح مصفر وراح موقف القطر وراح منزلني قال لي انزل. ابتدى بقى يشرح لي خطورة الموضوع دوت وان هو خطر علي الكلام من دوت. الناس هنا عندهم الانسان اهم حاجة، اهم حاجة هو الانسان واهم حاجة راحة الانسان. رغم ان انا شايف ان في عيوب كتير جدا في القطر ده، وشايف في حاجات كتير جدا ممكن تتعمل، بس القطر مش بطل شغال. دي هنا مثلا هتلاقوا دي مكان للشنط عشان الناس اللي بتروح المطار ومعاها شنط كبيره تبتدي تحطها هنا، ما تعطلش الناس وهي ماشيه تبقى الشنط في الموضوع دوت. هتلاقوا ثانيه واحده هحاول اقرب ده في اخر القطر خالص اللي شايفينه ده هناك، ده يعتبر الحمام اللي موجود جوه القطر. هو الابيض اللي هناك اللي عليه العلامات دوت ده حمام القطر، وربنا يغفر لهم ويرحمهم ويهدن المسؤولين ان هم يشوفوا الصح ويبتدي الناس تتعلم وتفكر قبل ما يعمل اي قرار.